بعدين واحد بيتكلم بقول لولا محمد ما خلق الله سموات ولا أرض ولا بشر مثل قولكم تشابهت قلوبكم. طبعا عم بهاجم المسيحية اليهود والنصارى وآخرون إلى آخره. منين هاي الفكرة جايبها إنه الله خلق يعني كل شيء لولا محمد؟ أنا بعتقد أنتم عم بتلخبط بين المسيح وبين محمد. يعني هي الامتحان بسيط جدا، جيب القرآن اقرأ كل الأسماء وكل المواصفات التي تتكلم عن المسيح، واقرأ كل الأسماء وكل المواصفات اللي بتتكلم عن محمد. أنا بتكلم طبعا بكل احترام وبكل أدب وبمحبة، لأنه أكيد مش أنا اللي بيكتب هاي الكلمات، المسلمين هم اللي راح يعني يهاجموا هذا الشخص وهذه الشخصية، لأنه عم بيقتبس خطأ. فعندما تقتبس على الأقل من فضلك اقتبس شيء صح. وبعدين عيسى بن مريم رسول الله ولم يقل أنا الله، وقد نبأكم بالحبيب محمد نبي الناس أجمعين. صدقني لو الكتاب المقدس أنبأنا بمجيء محمد، أولى الناس إحنا اللي نآمن بمحمد، ليس أي شخص آخر. إحنا الجماعة اللي أجينا من الأراضي المقدسة، أجينا من أرض فلسطين، من الناصرة ومن القدس وأماكن عديدة، بس صدقني أنا قرأت كتير، ولا آية بالكتاب المقدس لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى ممكن يعني تقول ممكن إنه تعبر إنه تنبأ عن مجيء محمد.